هذا مقطع سريع بس قبل ما قاود انا طالع قاود هبل عادي. اخر شيء قلته في المقطع اللي هو الثاني يوم، هذا اليوم الثالث، اخر شيء قلته في اليوم الثاني انه هو تركيب الشكيمه واعاده فعل جميع الحركات اللي سويتها بالمقود، ثم المقود على الخشم ثم المقود على الفم ثم الشكيمه. ركبت الشكيمه والمقود طبعا اخليه على الرشمه، ماشي احتياطا عشان لو فرض ان فرس حبت وفرت العنان من يدك او الصروع من يدك او خافت تفك الصروع تمسك المقود، فاحتياطا اخليه على كتفك. ايضا اكون رابط الشكيمه من تحت بقفل عشان ما تطلع اثناء الجودي من يسار الحديده، فربطها بالقفل قد يكون مهم البدايات. اهم نقطه اللي تخلي المقود معك احتياطا في البدايات، واول ما تركب الشكيمه تخليها تسطع من الشكيمه تحرك فمها عادي، ثم تعيد نفس الشيء اللي سويته بالمقود بالشكيمه، اكرر كل شيء سويته بالشكيمه. الفرق اني ما اركز على موضوع رب الفرس اللي خافت له، لما اركب الشكيمه ابدا اركز في التوجيه والسرعه، يعني امشيها اوقفها دقريوس اوجهها، ما اركز على موضوع التوقيف عند الخوف اني خلاص منه تقريبا. اعيد التخويف وردها اذا خافت لما ابدا بجود العزف على جنب اللي هو خليه في المقطع الجاي او اللي بعد ان شاء الله.